المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم وفي إطار الحوارات التي خصصناها لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، سوف نحاول تقريبكم من دور مراكز تسجيل السيارات. ولتعريفكم على دور هذه المراكز، يسعدني أن أرحب بالسيد ساحل فاطمي، مدير مركز تسجيل السيارات بالرباط. شكرا. أهلا وسهلا بك سيد فاطمي. أولا سيد فاطمي، قربونا أكثر من مهام مراكز تسجيل السيارات بالمغرب. كما تعلمون أن مهام مراكز تسجيل السيارات تصنف ضمن الوحدات الإدارية التي تلعب دورا حيويا فيما يتعلق بخدمات القرض التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مجال تسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات. وفي هذا الإطار يبلغ عدد مراكز تسجيل السيارات 70 مركزا تغطي مختلف أنحاء التراب الوطني، وتقوم بالمهام التالية. أولا، تنظيم وإجراء الامتحان النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة. ثانيا، تسليم رخصة السياقة بعد النجاح في الامتحان. تسليم نظير وتبديل رخصة السياقة. تسليم شواهد تحقق من صحة رخص السياقة. تسجيل المركبات المستعملة والمستوردة من الخارج. تسجيل المركبات الجديدة. تحويل ملكية المركبات. تسليم نظير وتبديل البطاقة الرمادية. تسليم محاضر الاستسلام الانفرادي للمركبات. تسليم شواهد التعريف المتعلقة بالسيارات المستعملة والمستوردة من الخارج. نعم، وما هي المستجدات التنظيمية التي طرأت على هذه المراكز لمواكبة الإقبال المتزايد للمواطنين عليها؟ المستجدات التنظيمية الخاصة بتسجيل السيارات هو أن أولاً، كما نعلم أن اعتماد المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في تدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية من أجل تقليل آجال استغلال الملفات وتحسين ظروف العمل والاحتفاظ بأثر مختلف العمليات المنجزة من قبل موظفي مراكز تسجيل السيارات. تبسيط مسطرة تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي. التجهيز التدريجي لقاعات الامتحان النظري بكاميرات للمراقبة. العمل بنظام معلوماتي لأخذ المواعيد لإجراء الامتحانات النظري من قبل مؤسسة تعليم السياقة، وذلك لتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون حاجة لتوجه المرشحين إلى مراكز تسجيل السيارات. تمكين المواطنين من تحميل المطبوعات الخاصة بعمليات الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. تبسيط مسطرة تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج الرامية لتهيئة الظروف الحسنة والملائمة لاستقبال المغاربة القاطنين بالخارج. وكيف تواكبون الأعداد المتزايدة للمواطنين على هذه المراكز؟ تهيئ مقرات مراكز تسجيل السيارات وتجهيزها بكاميرات ونظام آلي لتدبير الطوابير قصد توفير مجالات ملائمة لاستقبال المواطنين. إحداث شباك وحيد بمختلف القبضات التابعة للخزينة العامة من أجل استخلاص جميع الواجبات المفروضة على عملية الحصول على رخصة السياقة. اعتماد شباك وحيد بمصالح التسجيل والتنبر التابعة للمديرية العامة للضرائب من أجل أداء جميع الواجبات المفروضة على عملية البطاقة الرمادية. تمكين المواطنين من تحميل المطبوعات الخاصة بعملية الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ويبلغ عدد الموظفين بالمركز 21 موظف، كما أن استعمال التكنولوجيات الحديثة والمعلومات ساهم بشكل فعال في الحد من أي خصص في الموارد البشرية، ذلك أن الإدارة اعتمدت على هذه الوسائل الحديثة في تدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية من أجل تقليل آجال استغلال الملفات وتحسين ظروف العمل والاحتفاظ بأثر مختلف العمليات المنجزة من قبل موظفي مركز تسجيل السيارات. إذن بالنسبة للموارد البشرية والموارد التقنية، هل هي كافية لتلبية طلب يعني المواطنين؟ في بعض المراكز ممكن أن نقول أنها غير كافية. نعم. ولكن كما تعلمون في مركز تسجيل السيارات بالرباط. نعم. فهو كافي. نعم. ولكن نظرا للتجديدات والمنظومية المعلوميات والمسائل التقنية الجديدة سهلت الولوج لنا. نعم. نحاول أن نسهل باستغلال الملفات، وذلك بتجنيد
جميع الموظفين والموجودين في هذا المركز بنفس العملية. إذا لاحظتم أن هناك تطور في فعالية هذه المراكز أم؟ نعم، كاين تطور لا من ناحية التقنيات، لا من ناحية استغلال الملفات بالمسائل الحديثة، بالتجديدات التي طرأت على امتحان رخص السياقة النظري ولا التطبيقي، وكل هذا يسهل استغلال جميع هذه الملفات نظرا لكون النقص في الموارد البشرية، وهذا راجع عن الموظفين الذين يحلون على التقاعد ولا يعوضون. وبالنسبة للتقنيات الحديثة، هل قلصت من الوقت يعني تسليم هذه الرخص؟ نعم، سواء رخص سياقة أو الرخص الرمادية. نعم، قلصت، لأن كما تعلمون من قبل كنا نتعامل مع استغلال هذه البطائق ورقيا. نعم. أما الآن الحداثة الجديدة والتقنيات الجديدة سهلت عن الكثير من المعاملات، رقمنة المعلومات. نعم. كما تعرفون أن مثلا في مركز تسجيل السيارات بالرباط وصلنا إلى حد أن استغلال ملفة رخص السياقة والبطائق الرمادية التي تحمل ترقيم الرباط يعني داخلي لا تتعدى 10 أيام. إذا سجلتم رضا المواطنين، هل تلاحظون أن هناك رضا بالنسبة للمواطنين أم هناك؟ بطبعة الحال، لأن المواطن اللي عندما يتقدم إلى مركز تسجيل السيارات لغرض ما، سواء برخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، عندما يجد الشروط متوفرة واستغلال الملف في أقل وقت واستسلام البطاقة في أقل وقت، هذا دليل على رضا المواطن. وما هي التحديات التي تواجهكم في هذه المسألة؟ وكما نعلم في التحديات هناك عدة تحديات، من جملة مثلا يمكن تعزيز مراكز تسجيل السيارات بالموارد البشرية، كذلك سيساهم في إنجاح الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة من أجل عصرنة طرق تدبير هذه المراكز، جعلها وحدات إدارية ذات قيمة مضافة، قصد تلميع صورة الوزارة وتكريس التوجه نحو الحكامة الجيدة، كذلك إصلاح الامتحان التطبيقي لجعله مطابقا للمعايير المحددة على الصعيد الدولي، بما يساهم بشكل مباشر في تحسين السلامة الطرقية. نعم، شكرا لك سيد سحي الفاطمي على كل هذه التوضيحات والأجوبة، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم. شكرا. مرحبا بك. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وأضرب لكم موعدا لاحقا بإذن الله.